اول حاجه كنجي كندير كنحيدو داك الاد بلوك، الا عندي شي واحد اد بلوك في البيسي يحيدو، الا ما عندكش صافي مزيان. كنمشي كندير كونيكسيون، كندخل السميه اللي غادي نعطيك ماشي الايميل، المود باس، كندير كونيكسيون، كنجي لادمينستراسيون دو سيت، كيفتح السيت كنمشي لكور، موراها كنجي لجيستيون دو كور اي كاتيجوري، هادي تبعو كندير كريي ان كور، كنجي كندخل السميه ديال الدرس، وكندخل هنايا الرمز ديال الدرس مثلا ال اف، هادو اللي فيهم العلامات الاحمر كيكون خاصك ضروري تعمرهم، صافي هادو الاخرين بامكانك انك تخليهم خاويين. هنا الوصف ديال الدرس، وهنا الا بغيتي تحط شي صوره، المهم هادشي ما عندكم ما ديروا به، خليوه كيف ما هو، تعمر المهم تعمر دوك جوج الاوائل، كدير انغوجيستري اي ريفونير، موراها كتجي كتكليكي في اكوي دو سيت، كتجي كتدخل مثلا الدرس ديالك، كتجي كتاكت خصك ضروري تكليكي هنايا اكتيفي لو مود ايديسيون. هنا الا بغيتي دير شي اعلان تعلمت على شنو غيكون مثلا في الدرس ديالك، شنو غادي دير فيه، كنجي كندير بارامتر داك الاعلان ديالك، تقد هادي تمحيها وتكتبها بالعربيه ولا تكتبها باللغه اللي بغيتي، كدير الوصف ديال داك المجزوء ديال داك الاعلان، شنو بغيتي تعلم للتلامذ، صافي كتجي كدير انغوجيستري اي ريفونير او كور. هاد الاعلان يمكن لك ديرو يمكن لك ما ديروش، انت كتختار. هاد لي سيكسيون هما المجزوءات، يعني الدرس شنو غادي يكون فيه، ولا الوحدات، ولا كتعاود تسميها بداك الشيء اللي باغي نتايا، مثلا هادي سميتها انا لا فراس فيربال اي نون فيربال، نكليكي في اونتري كتبدل لها السميه. كندير دابا هنا غادي نجي نزيد الدرس، اجوتي اون اكتيفيتي او اون ريسورس، من هنا كنزيد الدرس، كنزيد التمارين، كنزيد الفيديو، اي حاجه بغيت. دابا مثلا انا هنايا غادي نحط درس على شكل بي دي اف، كنجي كنهبط لتحت في هاد الريسورس، كنجي الفيشي، كليكي فيها كندير اجوتي، صافي هنا كنسمي داك المجزوءه ديالي انا شنو باغي نسمي داك المجزوءه، شنو غادي نسميها على حساب كل ماده، شنو مسمي داك الجزء من الدرس ديالو، انا سميتها هاد البلاصه ديالي بالاحمر ضروري خاصها تعمار، ونقد مثلا ندير الوصف ديال داكشي شنو باغي يبان، مثلا غنقول للتلامذ كليكي هنايا بالعربيه، مثلا نقول له اضغط هنا من اجل تنزيل الدرس، وباش يبان خاصني ننزل نكليكي فهاد افيشي لا ديسكريبسيون سور لا باج دو كور، راه لتحت هنا فين كنحط البي دي اف ديالي، عندي جوج اختيارات، يا كنجي كنكليكي هنايا كندير اجوتي، وكنهز البي دي اف ديالي بحال اللي كنهز اي حاجه، مثلا الا بغيت نصيفط بغيت تصيفط شي حاجه لشي واحد ولا في شي ايميل، كدير باركوريغ وكتمشي للدوسي انت فين حاط داك الدرس وتهزو، كتكليكي كدير غير اوفغيغ وكدير ديبوزي سو فيشي هو كيمشي. ولا كاينه طريقه واحده اخرى سهله، كتمشي للدوسي فين عندك داك الدرس، كتكليكي على داك البي دي اف، كتبقى مكليكي عليه وكتهزو وكتهبط النافيغاتور فين عندك النافيغاتور، يعني فاتح في كروم ولا شي حاجه كتهبط الكروم وكتحطو كيتهز. هنا كنبدل مثلا انا باغي التلميذ غير كليكي تيليشارج له، كندير فورسي لو تيليشارج. هنا الا بغيت مثلا هاد التلميذ هذا نشوف له واش دخل ولا ما دخلش، فوقاش كي يعني انا فاش ندخل التلميذ نعرف واش دخل داك الدرس ولا ما دخلش، كنجي كنبدل هادي، كندير لها افيشي لاكتيفيتي كوم تيرميني دي كو لي كونديسيون سون رومبلي، يعني التحتانيه هادي هي اللي كنختار التحتانيه في مره. دابا بغيت نزيد شي حاجه، نزيد مثلا فيديو كنمشي كنهز فيديو من يوتيوب باش كتجيني ساهل، انا نوريكم كيفاش. كنجي كندير ايتيكيت، كنختار ايتيكيت وكنجي كنكليكي في هاد البلاصه الزرقاء هادي هنايا، صافي كيعطيني
كيعطيني دابا هنايا فين ندخل هاد ليتيكات، ها فين ندخل السميه ديال الفيديو. كنجي كنهز السميه ديال الفيديو، نقد نهز السميه ديال الفيديو من يوتيوب، ونقد انا نكتب السميه ديال الفيديو اللي بغيت. دابا غنوريكم واحد الطريقه باش داك الفيديو كيبان، الفيديو اللي غادي نحط كيبان في السيت، واخا انت حط غير ليا يعني التلميذ فاش كيدخل كيلقى الفيديو ما كيعطيهش باش يمشي ليوتيوب، كيبان له. كنجي كنكليكي في هاد العلامه هادي اللي في القناه كاع في مره، وكنرجع للفيديو وكندير له بارطاجي. فاش كنمشي للبلاصه ديال بارطاجي كندير كنعاود نكليكي على هاد العلامه اللي تحت منها انتغري، كندير كوبي، كيتهز لي الكتابه كامله كتهز. كنرجع للسيت وكنجي نكليكي تما وكندير كول. صافي كنجي كندير انغوجيستري اي ريفونير او كور. و الفيديو ديالي كيبان في السيت، يعني ما كيبقاش كي ماشي التلميذ حتى يمشي ليوتيوب عادي يلقاه في السيت، في نفس البلاصه في نفس الصفحه كيلقى الفيديو ديالو. دابا غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش كنصاوبو التمارين. كنجيو عاوتاني لهنايا نفس الشيء، كنديرو اجوتي اون اكتيفيتي او اون غوسورس، و التمارين كاين بزاف ديال الاشكال ديال التمارين اللي نقد نحطو كيف شرحنا قبيله. تقد تحط اختيارات متعدده، تقد تحط صحيح ام خطا، تقد تعطي التلميذ الامتحان تصوروا له ولا تكتبوا له هو يجاوب عليه وانت تصحح اللي بغيتي. باش نحط التمرين كنجي تيست، كنختار تيست وكنجي كندير اجوت. كنكتب السميه ديال التمرين اون جينيرال، التمرين بشكل عام شنو سميتو. صافي موراها الديسكريبسيون الوصف، مثلا واش هاد مثلا كتقول للتلامذ بلي هاد التمارين هادو غادي يكونوا مثلا فيهم اجوبه بصحيح ام خطأ واجوبه انت كتختار الوصف على حسب التمرين ديالك. هنا الا بغيت مثلا التمرين هذا كنقول للتلميذ قد في ديك الوصف نقول للتلميذ بلي اخر اجل باش ترد ليه التمرين هذا مثلا هو 19 في شهر 3، وكتجي انت لهنايا وكترد بلي التمرين خاصو في هذا لو طون، كتختار فوقاش اخر اجل باش يردوا لك التلامذ الفرد وهي 19 في شهر 3. هنا النقاط وشحال ديال العدد ديال المرات يمكن للتلميذ يعاود التمرين. الا بغيتي تهنى كدير له يعاود يعني يدير التمرين مره وما يقدش يعاود يديرو، صافي كيدير التمرين مره واحده. والا بغيتي مثلا يعاود يدير عنده فرصه انه يدير التمرين ويغلط فيه ويعاودو مره واحده اخرى كدير له جوج ولا ثلاثه على حساب. وشكون هي النقطه الا درتي له مثلا جوج ولا ثلاثه ديال المرات يعاود التمرين كتشكون شكون هي النقطه اللي غادي تحسب، واش احسن نقطه ولا اخر نقطه. وهنا كتختار كل صفحه شحال غيبان للتلميذ فيها من سؤال على حسب السؤال الاسئله اللي حاط انت. اذا كانوا طوالين مثلا غادي تختار باللي كل صفحه يبانو فيها جوج، كانوا قصار كل صفحه يبانو فيها اربعه. وهنا ميثود دو نافيغاسيون، هنا كيفاش واش التلميذ عنده الحق مثلا يجاوب على السؤال واحد ويدوز لاربعه ويرجع لثلاثه، ولا ضروري يجاوب بتسلسل. اذا كان خاصو يجاوب بتسلسل كتختار هاد الثانيه سيكونسيال، يعني يختار يدوز سؤال واحد سؤال جوج سؤال ثلاثه سؤال اربعه. هنا باش كتعرف التلميذ واش دخل بحال قبيله واش دخل التمرين ولا مازال، كدير هادي افيشي اكتيفيتي كوم تيرميني دي كو لي كونديسيون سون رومبلي، يعني حتى التلميذ ما غادي يبان له ولا ما غادي يبان للاستاذ باللي هذا الشيء تسالى حتى يدخل يجاوب على التمارين.
صافي كتهبط لتحت كدير اونغوجيستري ريفونير اوكو. دابا انت قد نيتي الشكل العام ديال التمارين، دابا غادي تدخل باش تحط الاسئله ديالك، فهمتوني؟ يعني دابا انت قلتي بلي هاد التمرين غيسالي واحد النهار في الشهر، دابا غتدخل باش تحط الاسئله اللي غادي يكونوا في هاد التمرين. كتجي كتكليكي في داك الامتحان ديالك وكتجي لهنايا موديفي لو تيست، هانتوما كتكليكي في التمرين وكتجي كدير موديفي لو تيست. هنا اقصى يعني هنا تقدر تبدل هذه، شحال هي النقطه، اعلى نقطه، واش هذا الفرد على واش هذا التمرين على 10 ولا على 20 ولا على 40 ولا على 5، هنا فين كتبدلها. موراها دير اجوتي. دابا هنا فين غادي نزيد اون كيستيون، كنزيد واحد السؤال. شنو هذا السؤال؟ كيفاش انا بغيتو يكون؟ إيه واش متعدد الاختيارات، واش صحيح ام خطا؟ المهم كاين بزاف ديال انواع الاسئله اللي تقدروا تحطوا. حنا غادي نركزوا على ثلاثه ديال الانواع. دابا اختارينا متعدد الاختيارات، كنجي كنكتب الرقم ديال السؤال، مثلا غنكتب له السؤال رقم واحد هنايا، لو نون لا كيستيون، نكتب السؤال رقم واحد هنايا، تكست دو لا كيستيون، يعني غادي نكتب المضمون ديال السؤال. السؤال شنو هو؟ كل واحد على حساب المادة. مثلا انا كتكتب يعني هذا السؤال اللي غادي نكتبه انا عنده اختيارات متعددة، بحال غادي نقول مثلا للتلميذ كاينه واحد الحاجة مثلا في كل مادة، مثلا في العلوم الطبيعية مثلا غادي نسولو شنو هي الألياف العضلية ولا شي حاجة، وغنعطيه بزاف ديال الأجوبة، فيهم اللي صح فيهم اللي غلط. دابا هنا كتبت السؤال، هنا كنجي نختار واش هاد السؤال عنده جواب واحد صحيح من دوك الاجوبه اللي غنعطي انا، ولا بزاف د الاجوبه صحاح. الا كان جواب واحد صحيح كنختار اون سول ريبونس، الا كان بزاف د الاجوبه كنختار الثانيه. هادي دابا هنا كنكتب الاجوبه، هذا الجواب الاول، انا درت بزاف ديال الاجوبه صحاح، الجواب الاول كنعطي عليه 50%، يعني مثلا الا كانت النقطه على واحد هذا الجواب عليه 0.5. مثلا الجواب الثاني اللي غادي نكتب غيكون غلط، غادي نجي وغنخلي له ديك اوكان، يعني غيدي ليه زيرو الا جاوب داك الجواب. مثلا الجواب الثالث غادي يكون صحيح، انا شحال عطيت على الجواب اللي قبل 50%، دابا هذا الجواب غنعطي عليه حتى هو 50%. السؤال مثلا الجواب الرابع غيكون غلط، غادي نخليه ليه اوكان، يعني انا في المجموع عندي هاد السؤال هذا حط عليه نقطة، وجوج الأجوبة اللي عنده صحيحين كل واحد عنده 0.5. وإلا كنت غادي ندير بلي هذاك الجواب عنده بلي داك السؤال عنده جواب واحد صحيح، يعني داك الجواب اللي كنختارو صحيح كندير له 100%، والآخرين كنخلي لهم أوكي. دابا كنجي إلا بغيت نزيد الأسئلة، إلا بغيت نزيد الأجوبة، كنجي كندير أون بلاسمون بور تخوا ريبونس سوبليمونتيغ، كنكليكي فيها كيعطيني باش نزيد اجوبه وحدين اخرين. مثلا السؤال كان غيكون عليه 6 ولا 7 ديال الاختيارات. هنا المحاولات، مثلا الا كنت مختار تلميذ عنده جوج المحاولات ولا ثلاثه، انا كنختار واش الا عاود مره واحده اخرى كيمشيو له النقاط ولا ما كيمشيولوش النقاط. الا ما كانوش غيمشيو له النقاط في المعاوده كنحط له صفر، كندير على ديك المعاوده ما كينقصولوش النقاط، يعني 0%. وهاد انديس يعني فإلا غلط التلميذ وبغى يعاود، انت كتعطيه شي حاجه باش كتعاونو، كتطلع له كتكتبها في ديك انديس. كنجي كندير اونغوجيستري، دابا غندوزو لنوع واحد اخر ديال الطريقه ديال الاسئله اللي نقدر نحط، هو اجوتي اون كيستيون، يعني نزيد عاوتاني سؤال واحد اخر ولكن بطريقه واحده اخرى، الطريقه ديال صحيح ام خطا. انا اختاريت فغي وفو،
كندير اجوتي كنجي كنكتب عاوتاني هنايا السؤال رقم 2 كاستيون 2 هنا كنكتب غير الرقم ديال السؤال وهنا كنجي كنكتب المضمون ديال السؤال شنو هو مثلا واحد الحاجة ها كيفاش ها كيفاش واش صحيحة ولا خاطئة صافي هنا كنكتب مضمون السؤال وهنا كنجي هاد السؤال هذا مثلا باغي نعطي ليه انا مثلا 3 نقاط ولا 2 نقاط ولا شي حاجة ماشي بحال الاخر عطيت ليه نقطة هذا مثلا بغيت انا نعطي ليه 2 نقاط ولا 3 كنبدلها عطيت عليه 3 نقاط شنو هي الجواب الصحيح دابا مثلا في اللغة العربية مثلا شنو هي القافية داك الجواب اللي عطيته انا اذا كان غلط يعني خاصني نخليه فو هي اللي صحيحة واذا كان داك الجواب صحيح خاص التلميذ يعني يختار صحيح انت كتقول شنو اللي صحيح واش فو ولا فغي صافي كنجي كندير اونغوجيستري دابا انا غنوريكم كيفاش تحط سؤال مفتوح للتلامذة مثلا الاستاذ ديال الرياضيات ولا الاستاذ ديال الفلسفه ولا ديال الاجتماعيات ولا ديال شي ماده اللي كتحتاج ان التلميذ يكتب غنحط له سؤال هاد السؤال هذا ماشي بالضروره يكون يكتبه الاستاذ مثلا انت عندك فرض ولا عندك سلسله ديال التمارين باغي تحطها للتلامذة كتجي كتختار هاد كومبوزيسيون هادي كتكليكي في هاد كومبوزيسيون كتجي كدير كتهبط لتحت كدير اجو هنا مثلا كيف قلت قبيله الاستاذ مثلا غنكتب هنا السؤال رقم 3 وهنا شحال العدد ديال شحال النقاط محطوطين على هذا السؤال هذا مثلا انا اختاريت هذا 6 دابا انت قلت كيف قلت قبيله عندك واحد السلسله ولا واحد التمرين باغي تحطو على شكل صوره كتجي كتكليكي هنايا في هذه البلاصه هذه وكتختار الصوره اللي باغي تحط نتايا كتكليكي في ديك باركور لي ديبو كتجي لهنا كدير في هذه اللي شعلها بالزرق ديبوزي ان فيشي كدير باركور وكتمشي كتهز الصوره نتا اللي باغي صورة يعني الصورة تكون عندك في التليفون ولا في البيسي ديالك غتهزها وغادي تحطها يعني التمرين غيبان للتلميذ التمرين اللي باغي انت يبان للتلميذ صافي كدير ديك ديبوزي كتساين واحد شوية بين ما تشارج الصورة ديال داك انا هنا مثلا اختاريت الصورة غير اعتباطا غير باش ما ننساوش فاش تسالي باش دير ديك الصورة اجي لهنايا ديسكريبسيون كليكي فيها ديسكريبسيون با نيسيسير ولا كتب اي حاجه بغيتيها في ديك يعني كتوصف للتلامذ ديك التمرين شنو خاصو يدار فيه مثلا اجيب عن الاسئله التاليه ولا شي حاجه صافي كندير اونغوجيستري ليماج دابا مثلا الا كانت هذا صوره ديال التمرين هي اللي غادي تبان للتلامذ كنهبط لتحت هنا كنشوف انا شنو خاصني التلميذ كيفاش خاصو يجاوب التلميذ عنده جوج طرق ديال الاجابه يا غادي يجاوب غيكتب غيبان له واحد غيبان له بحال اللي كيكتب شي شاط ولا شي حاجه غيبان له فين يكتب فين غيجاوب مثلا يكتب بالعربيه ولا شي حاجه انت كتختار ولا غيقد مثلا هو يجاوب على داك الاسئله اللي عطيتيه انت في ورقه ويصورها ويصيفطها لك انت تصححها له هنا باش يمكن للتلميذ انه يصور ويصيفط كتجي لهاد البلاصه هادي ما كدير شنو كتختار مثلا شحال عنده الحق ديال مثلا شحال عنده الحق ورقه يصيفط واش 3 ولا 4 ولا عدد لا غير محدود وهنا باش ما يصيفطلكش التلميذ الفرد خاوي الا كنتي انت طالب له انه يصور مثلا كتقول له خاصك تصيفط لي على الاقل ورقه واحده وكنجي لهنا وكنختار شنو هما
لي فورم اللي يمكن التلميذ يصيفط شنو، واش يقد يصيفط لي تصويره ولا بي دي اف ولا شوف انت شنو داير معاه. احسن حاجه اللي سهله هي التصويره. كنجي كندير تو تيب دو فيشي، يعني يقد التلميذ يحط اللي بغا، وكندير اونغوجيستري صافي. كنهبط لتحت كندير اونغوجيستري وكنخرج صافي. دابا هذا السؤال تزاد، يعني التلميذ فاش غادي يدخل غادي بغا نوريكم كيفاش التلميذ فاش كيدخل كيفاش كيبان له هذا الشيء. ها هو التلميذ دخل مثلا، هذا حمزة بن جميع، شنو غادي يبان له؟ كيجي لنا الاكوي دو سيت، وكيبانوا له الدروس اللي كاينين اللي محطوطين كاملين فهاد الصفحة هذه. مثلا لونغ فرونسيز كيكليكي فيها وكيدخل كيلقى كاع داكشي اللي صاوبو الاستاذ. ها انتوما هذاك البي دي اف اللي حطو الاستاذ، ها هو كيكليكي فيه كيطلع له باش يتيليشارجي. لحقاش حنا قلنا له باللي فاش يكليكي خاصو يتيليشارجي. ها انتوما كيطلع له باش يتيليشارجي، كيطلع له الفيديو اللي حط الاستاذ، وكيطلع له حتى التمرين. الا كليكا في التمرين كيدخل كيجي لنا كيدير فيغ لو تيست. الأسئلة باختيارات متعددة. هذاك الفرد داك الشيء اللي خاصو يصور التلميذ، ها هو عنده البلاصة فين يكتب هنا الفوق، وعنده هنا كيطلع كيجاوب على الأسئلة عادي، يعني هو كاين اختيارات متعددة كيختارهم. غير كيكليكي في ديك البلاصة كيبان بلي هذاك هو الاختيار. عاوتاني داك السؤال ديال صحيح ام خطا، كيختاروا الصحيح ولا خطا. هنا في هذا السؤال اللي قلت لكم ان الاستاذ كيصور مثلا الفرد وكيحطو، كيكون عنده البلاصه فين يكتب والبلاصه فين يحط التصاور. ها هو يقد يكتب هنايا ويقد يحط التصويره، يهز التصويره ويحطها في، يعني يصور داك يجاوب في ورقه ويصورها ويحط داك التصويره وكتطلع للاستاذ. دابا غادي نوريكم كيفاش الاستاذ يدخل ويصحح التلامذ. مثلا فاش غندخل انا نبغي نشوف التلامذ شحال جابوا ولا شنو داروا، كيفاش ندخل ندير.